ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي وأحبابي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حسن الخط بالشخبطة مع سعيد سليمان. وإيه رأيكم النهاردة نعمل وسيلة خطية كده نقارن فيها بين خطي النسخ والرقعة، إزاي النسخ بيتكتب وإزاي الرقعة بيتكتب. نشوف مع بعض كده. بسم الله. يبقى النهاردة إن شاء الله بإذن الله مقارنة بين خطي النسخ والرقعة. طبعا خط الرقعة يا جماعة خط سريع، خط جميل في الكتابة وسهل في الكتابة بسرعة. هنعمل هنا جدول الكتابة بالطريقة ديت. هنعمل هنا وجه المقارنة، المقارنة هنا خط النسخ هنا خط الرقعة. اول حاجة هناخد ايه؟ شكل حروف، شكل الحروف في الخطين. شكل حروف في الخطين، حروف خط النسخ حرف الف، الهمزة بتاعته كده، حرف الباء، حرف الجيم. طبعا ناخد خط او حرف من كل مجموعة، هناخد حرف من كل مجموعة، الدال، الراء، السين، الصاد، الطاء، العين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، لام ألف، ياء. ده شكل حروف النسخية. بصوا يا جماعة، طبعا كل حرف بيمثل مجموعته، بيمثل مجموعته، يعني الجيم بتمثل الجيم والحاء والخاء والباء باء تاء وثاء كده يعني. ماشي. بالنسبة للرقعة حرف ألف ب صغير كده، همزة بالشكل ده، حرف الباء الشكل المميز للرقعة اهوت، حرف الجيم، الدال، الراء، السين، في شكل سين اهيت تانية برضو، اهيت شكل سين تانية، الشين. سمع كده اهي، واحد اتنين، الشين، الصاد، الضاد يا جماعة اهيت، واحد اتنين، الطاء، العين، زاوية قايمة كده من فوق،
الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، لام ألف، ياء. ده الحروف النسخية وده الحروف خط ركع. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.